بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامجكم حلمك علينا. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، وشكرا على كل التفاعلات اللي بتبقى موجودة على الصفحة وعلى أسئلتكم واستفساراتكم اللي بتشجعني دايما أني أكون، يعني أتمنى أني أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. بردانين وسقعانين ومتلجين والمطر مغرق البلاد، اللي بيشوف المطر بجد واللي بيشوفه في الحلم واللي بيحس بيه واللي بيمطر من جوه واللي بيمطر من بره، وكلنا طول السنة في حالة مطر. نتمنى ان يكون مطر الخير، ونتمنى ان تكون تفسيراتنا ان شاء الله كلها خير. المطر ذكر في القرآن الكريم في مواطن عدة، ذكر بشرى للخير، وذكر وأمطرنا عليهم مطر السوء، وذكر كإنذار. طب هو إحنا كل الأمطار اللي بنشوفها في أحلامنا، هل يا ترى معاها تفسير خير؟ هل معناها إن أنا مبشرة بالخير؟ هل رؤية الآنسة للمطر هي هي رؤية الست الحامل، هي هي رؤية الرجل أو الشاب المتزوج أو العازب؟ هل كل التفسيرات بتتشابه؟ هل رؤيتي للرعد والبرق والرياح مع المطر خير، ومن غير المطر هل هي خير أو شر؟ دلوقتي هنوضح كل الحاجات دي بعد الاتصال الآتي. ألو؟ الو، صباح الخير يا استاذه ايمان. صباح النور يا فندم. عامله ايه؟ منوره الشاشه يا استاذه ايمان. ربنا يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. اتعرف بحضرتك؟ انا اسمي منى. اهلا استاذه منى، اتفضلي. بصي، انا عندي حلمين صغيرين جدا يا استاذه ايمان. اتفضلي يا فندم. اول حلم، انا ليا ام واخ متوفيين، فحلمت ان انا وماما واخويا راكبين العربيه، وفي نص السكه نزلنا وبعدين اللي بيسوق العربية قال أنا هرش العربية. ده أول حلم. لا معلش، العربية إيه؟ العربية وقفت في نص السكة، ونزلنا أنا وماما وأخويا المتوفيين من العربية، واللي بيسوق العربية قال أنا انزلوا بس عشان هرش العربية. بس تمام. هو الحلم الأولاني كده. طيب الحلم الثاني، حلمت إن أنا عندي سجادة في البيت موجودة، هي نظيفة بس بقول هي عليها شوية غبار. أنا هغسلها، وكان أحمد عز الفنان موجود في الحلم معايا. تمام كده. تمام. طب يا أستاذة منى، الحلم ده اللي هو بتاع مامتك وأخوكي بتاع الحلقة اللي فاتت اللي أنا أصلاً ما فسرتوش. أنا حضرتك عشان كده رنيت على طول. الحمد لله وصلت لحضرتك يعني. ربنا يخليك، بس أنا ما فسرتوش، بتعيديه تاني ليه؟ ما عشان أنا ما فسرتش حضرتك. الخط قطع، كان في شبكة، فأنا ما كملتش حضرتك. شكرا. الحلم يعني. شكرا يا أستاذة منى لاتصالك، شكرا يا فندم. طيب بصوا يا جماعه، اولا شكرا يا استاذه منى على المتابعه. وفي حاجات يعني مفسر الاحلام لما بيلاقيها انه احيانا والله اعلم تفسيرها مش في مصلحه الحالم او صاحب الرؤيه، مش بنفسرها. يمكن انا المره اللي فاتت بس ما وضحتش النقطه دي، ما وضحتش انا ليه ما فسرتش الرؤيه، انا كتبتها وما فسرتهاش، ويعني والحقيقه مش هفسرها برضو دلوقتي. بص يا أستاذة منى، الرؤية معلقة على جناح طائر، إذا هي أولت وقعت. فأنا بأول الرؤية وأتمنى من الله أني أكون على صحيح التأويل وناخد منها خيرها. فإذا كانت الرؤية يا جماعة إحنا بنشوف أني ما فيهاش خير أو تأويلها هيعود عليك ببعض الضرر، فإحنا بنتغاضى عنها. فحضرتك يا أستاذة منى طلعي صدقة وترحمي على أمواتك ونفتكرهم بالخير وبس. دي في الرؤية الأولانية. أما الرؤية الثانية اللي هي السجادة اللي عليها الغبار، تمام. أولا السجادة دي حياتنا، وهي واسعة ورزق وحاجة حلوة قوي، وطول ما أنت شايفة السجادة مفرودة في البيت فده معناه استقرار وحاجة كويسة. عليها شوية غبار، دي شوية مشاكل عائلية صغيرة، ومدام غبار يعني هيتلم بسرعة. فنسأل الله التوفيق وإن شاء الله يعني لعله خير. تمام. ناخد اتصال كمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن عندي حلمين ممكن تفسريهم؟ اتفضل، يعني اتشرف بحضرتك الاول. فاطمه. اهلا يا استاذه فاطمه، اتفضلي. بصي حضرتك، انا شفت رؤيه ان انا في بيت عمي
وكنت مع مرات عمه وقلت لها تعالي وريني كده الارض اللي انتوا بنيتوا فيها كده ارض جيراننا. تمام. ولفيت انا وهي كده وشفتها بنيه كده بنين كده حوش كده وبيوت، وبعدين مشينا لفينا الناحيه الثانيه قالت لي ده عمك اشترى بقره، ده عمك اشترى بقره. انا ما شفتش عمي، شوف بسمعه وهي بتقول لي، فبكلم عمي بقول له ازيك يا عم وكده، وانا كنت من جوايا كرهاه، فحط ايده على اي كده ضمني، وكانت ايده سودة 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 جدا. عمك عايش ولا متوفي يا استاذه فاطمه؟ لا عايش. تمام. خلاص يعني انا كده، وبعدين دخلت معاهم في البيت وقلت لهم عايزه العبايه بتاعتي، وكان عندهم فرح وحد بيرقص، وكنت عايزه اخد العبايه بتاعتي واهرب منه. طيب وخلص الحلم يا استاذه فاطمه؟ خلاص. استاذه فاطمه، هو انت متجوزه حد من عيله عمك؟ لا هو لا مش متجوزه حد من عيله عمي. طب انت متجوزه اصلا؟ انا متجوزه. تمام، خلص الحلم؟ خلاص تمام. شكرا يا استاذه فاطمه. مش عارفه المفروض افسر الحلم ده ولا لا، مش بنحب نعمل مشاكل في العائلات ولا نحب خراب البيوت، بس هو استاذه فاطمه انت عندك مشاكل، انت عندك مشاكل نفسيه ناحيه عمك. اولا واضح ان انت ما بتحبهوش، عمك نفسه واضح ان في شبهه في امواله، شبهه والله اعلم، شبهه حرام في ماله. موضوع ان هو اشترى بقره، سبحان الله، ربنا مبارك له في المال اللي انت نفسك مش راضيه عنه، في ناحيتهم كره. هم عامه الناس اللي انت سواء حبيتيهم او كرهتيهم دي حاجه تخصك، بس هم داخل عليهم ايام حلوه كتير. هم ما شاء الله يشتروا ارض، الارض دي عروسه جديده داخله بيت عمك، وداخله بعز وفرح وذريه صالحه، ويعني هي الحقيقه ان الرؤيه كلها رايحه لعمك. ربنا يكرمنا يا رب ويكرمك ان شاء الله يا استاذه فاطمه، والله اعلم. معانا مدام غزال من الغربيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت، انا كنت حلمت ان انا رحت محل عشان اشتري قفل من اللي هو بيقفلوه بالبيبان ده. وبعدين فالبياع اداني القفل، فانا لما روحت اكتشفت ان هو ما ادانيش المفتاح. طبعا. فانا قاعده كده في البيت لقيته جايب لي ورق بتاع كده فيها ثلاث مفاتيح ميدالية، وقال لي ده المفتاح بتاع القفل اللي انت نسيتيه. طيب الحمد أنا لله. انا خدت المفتاح ودخلت، لقيت والدتي زي متوفيه. لقيت حاجات كده زي اللي هي الاطباق اللي بنشطف فيها الهدوم دي، الحنفيات مفتوحه عليهم، المايه نازله بيضه ما شاء الله. انا وقفت عشان اشطف الهدوم مع والدتي، لقيت الراجل ده جايب لي بيضه نيه بيحطها لي في بقي، قمت واخده البيضه دي واكلاها. تمام. بس واكلاها وانا قرفانه منها، يعني لما اخذها عايزه ارجع وكده. انت حامل يا مدام غزال؟ لا، ما ربنا ما ردليش بالخلفه، بقالي 23 سنه. ده هيرد لك ان شاء الله. وايه كمان؟ انا عايزه اقول لحضرتك انا فسرت ان ايه والبيض ده خلل. انت ما تفسريش، افسر انا. انت تتصلي بينا واحنا نفسر. انا عايزه اقول لك على حلم ثاني. طب بس بسرعه عشان وقت البرنامج، اتفضلي. ماشي، انا والدي متوفي. طيب خليكي معانا وان شاء الله بعد الفاصل، خليكي معانا بعد الفاصل نرجع لكم تاني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، أهلا وسهلا. كان قبل الفاصل معانا مدام غزال، كانت شافت في الحلم إن هي بتغسل هدوم، والأول راحت تشتري قفل، وبعد ما اشترت القفل نسيت المفاتيح الثلاثة، وبعد كده في حد جاب لها ثلاث مفاتيح وقال لها إن دي مفاتيح القفل، وبعدين كان في والدتها وهكذا. طيب الحلم ده يا مدام غزال، أولا القفل ده كانت حاجة مغلقة، ايه هي الحاجة دي؟ عشان كده انا سألت حضرتك عندك اولاد ولا لا. قد يكون كان عندك، الله اعلم، وانا والله اعلم ان هو كان سحر، انت كان عندك سحر وتفك من عند ربنا، انت سعيتي وهو تفك، الله اعلم، ما استفسرتش منك، لكن انت كان عندك حاجة مانعة للانجاب، وعندك بشرة ان شاء الله باذن الله هتنجبي، باذن الله انا متأكدة، وان شاء الله هتجيبي بنت وهتسميها ايمان، عشان انا اللي فسرتلك يعني ان شاء الله. البيضه اللي انت قرفانه منها دي، هو حمل هيبقى متعب شويه لان حضرتك اتاخرتي في الحمل، فان شاء الله باذن الله هترزقي ببنت وهتتعبي شويه، لكن ان شاء الله غسيل والدتك المتوفيه والاطباق ومساعدتك ليها دليل على انك الحمد لله رب العالمين، ربنا هيرزقك ببنت وهتكون ذريه صالحه، وببركه دعاء والدتك الله يرحمها ليكي، وان شاء الله ببركه صبرك. اما بخصوص موضوع حلقتنا النهارده اللي كنا بنتكلم فيه فهو المطر.
بعد بشرة مدام غزالي الحلوة. المطر زي ما قلنا له تفسيرات كتيرة جدا. أولا المطر دايما خير ومربوط بالاستغفار، يعني في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، صدق الله العظيم. فقلت استغفروا. فالمطر في يعني مرتبط بالاستغفار، والاستغفار دايما باب من أبواب الرزق، وليكن هو سبب من أقوى الأسباب اللي في الرزق. يبقى إذن رؤية المطر في المنام بتكون رزق وخير، لكن مرتبطة ببعض الشروط. زي إيه؟ زي مثلا إنه يشوف الشخص نفسه وهو بيغتسل بماء المطر، ده معناه خلاص من ذنوب وخلاص من هم. إن تشوف آنسة نفسها ماشية تحت المطر، لكن المطر بيعم، يعني المطر ده على البلد كلها أو على المنطقة اللي هي ماشية فيها، ده معناه برضو إنها إن شاء الله بشرى بالزواج. لو ست حامل وشاف في نهاية الحمل مش في أوله وشافت المطر، ده معناه ولادة ميسرة بإذن الله. طيب كل تفسير الأمطار خير ورزق؟ لا، في حالتين لما بنشوف فيهم المطر لازم تقلق أو لازم تبقى يعني على استعداد لإنذار صغير كده أو لمشكلة. زي مثلا إنك تبقى قاعد في البيت فتشوف المطر على بيتك أنت بس، زي الحلم اللي فسرناه الحلقة اللي فاتت وقلنا إن هي شوية مشاكل أسرية، إنك تشوف إن المطر نازل على بيتك أنت بس أو إن المية بتاعة المطر دخلت بيتك، دي معناها شوية مشاكل أسرية، تمام. والحالة التانية إنك تشوف المطر ده في هيئة سيول، تمام. فالسيول دي كلها بتخلي الحلم يعني للأسف ياخد شكل مش كويس، ياخد شكل المشاكل أو ياخد شكل الإنذارات أو ياخد شكل إني إحنا على وشك لا سمح الله مصيبة، لأني وأمطرنا عليهم مطر السوء، ده كان عقاب، تمام. فالحالات اللي نشوف فيها المطر مش دايما نفرح يا جماعه ومش دايما تحزن، لازم الاول اولا تسال مفسر عارف، وما نجريش على كتب التفسير اللي في جوجل وكذا وكذا، لان الحاجات دي اتعملت للمفسرين مش للناس. ناخد معانا استاذ محمد. الو استاذ محمد، طب حضرتك ارجع اتصل بينا مره تانية يا فندم. الجزئيه الثانيه اللي هنتطرق فيها لحديثنا هو الرعد، بما انه حاجة مرتبطة برضو بالشتاء والمطر والمية والكلام ده كله. رؤية الرعد في المنام، انك تسمع صوت الرعد او تشوف الرعد في المنام، هل ده خير؟ في كل احواله للأسف الشديد مش خير ابدا، سواء شفته من الشباك او شفته وانت ماشي في الشارع او شفت الرعد ده او سمعت حتى صوته في المنام. الرعد في المنام في كل أحواله للأسف يعني دليل على إنذار قوي وتهديد ووعيد من عدو قوي، وقد يكون تهديد ووعيد من الله عز وجل بأنك تتوقف عن ذنب أنت بتقترفه وعارفه. الإصرار على الذنب ومعرفتك بالذنب وإصرارك عليه يعني شيء بيغضب الرحمن والعياذ بالله. معانا أستاذة ولاء من البحيرة. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت، واحدة حلمت الحلم ده وقالته لي، حلمت ان في واحدة متوفية، تمام. بتقول لها سلمي لي على ولاء مرات عبد الله، هي متوفية اصلا من الوحدة ديت، فبتقول كانت ماسكة معاها عيش، كانت ماسكة عيش كده الحاجة اللي متوفية ديت، ووقعت العيش من ايديها فهي بتديهولها فما رضتش تاخده منها، بس قالت لها سلمي لي على ولاء مرات عبد الله. تمام. حضرتك تعرفيها؟ حضرتك تعرفيها يا استاذة ولاء؟ ايوه انا عارفه الست اللي متوفيه دي. طيب ده اسمها ايه بقى؟ اسمها الحاجه حميده. الحاجه حميده، ماشي يا استاذه ولاء، شكرا يا فندم. الحلم ده حلو قوي على فكره. سلام الميت سلام للعايش، يعني هي لما بتوصل لها السلام ده معناه ان انت الحمد لله بتتمتعي بالسلام. حكايه ان وقع منها العيش وهي جت يعني تناوله لها فما اخذتوش، هو الميت ده ما شاء الله سايب صدقات يعني لله، وصدقاته موجودة، فلما بتسلم عليك يا إما بينولك شيء من الصدقات دي، يعني بينولك خير من الست دي، يا إما سلام الميت في الحلم سلام ليكي أنت نفسك، ويعني نتمنى لك دايما السلامة يا حاجة ولاء.
نرجع تاني لموضوع الحلقة، فكنا بنقول إن رؤية الرعد أو سماع صوت الرعد في المنام إنذار وتهديد ووعيد لازم نحذر منه، سواء كان إنذار رباني أو كان تهديد ووعيد من شخص آخر. تمام. كمان في حاجة في الرعد، اللي هو الرعد لو جه بعده مطر، أو الرعد لو جه من غير مطر. الرعد لو جه من غير مطر زي ما سمعنا كده بالظبط التفسير اللي فات، أو يعني الشرح اللي شرحته لحضراتكم بيكون معناه إيه. بس لو أنا سمعت صوت رعد وبعدين فجأة خبط السحاب في بعضه فنزل مطر، فرج بعد كرب، يعني امطرنا بقى في فرج اهو جاي بعد كرب او بعد مشكله او بعد التهديد والوعيد والمشاكل اللي انا كنت حاسه بيها، ربنا اكرمك بعد كده بالفرج. طيب ناخد الست ام احمد صديقه البرنامج. الو، ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حاجه ام احمد؟ عامل ايه يا حبيبه قلبي؟ ربنا يخليكي، اتفضلي. بقول لحضرتك عندي حلمين. طب اتفضلي بسرعه عشان وقت البرنامج. بس ماشي. اول حلم انا حلمت ان انا كنت نايمه وكنت سامع برق ورعد ومطر. يا سلام. وبصلي وبدعي. طب الحمد لله. صحيت على الحقيقه كان في بعد برق ورعد فعلا ومطر، وصليت الحقيقه. طب الحمد لله. ده اول حلم. ثاني حلم مرات ابني حلمت ستها المتوفيه، هي بتقول لستها ادعي لي ان انا انجح. قالت لها ابنك هينجح. بتقول لها ادعي لي انا ان انا انجح. قالت لها بنتك هتنجح. بتقول لها ادعي لي انا ان انجح. قالت لها يا رب تنجحي. بس كده. وشكرا يا دكتوره. الشكر لله يا ست ام احمد. طيب سبحان الله، دايما يجي لنا احلام مرتبطه بمواعيد يعني بمواضيع الحلقه. كان عندها برق ورعد وجي بعديها مطر، وقامت صلت في الحلم ودعت، وقامت من النوم كان في برق ورعد ومطر وقامت صلت. هي بشرى حق، زي ما شفتيها اتحققت، يعني ملهاش تفسير. في رؤيات كده يا جماعه بتبقى رؤيه حق، زي ما تشوفها زي ما تتفسر، فالحلم اتفسر زي ما هو. تخاطر بقى، حضرتك عندك شفافيه، ايا كان الحال، المهم ان هي رؤيه حق، زي ما شفتيها زي ما اتحققت. الرؤيه الثانيه ابنك هينجح، وبعدين بنتك هتنجح، وبعدين هي هتنجح. هما ثلاث دعوات، تمام، هي بتدعوهم، بس سبحان الله له في ذلك حكم. يعني تتحقق الدعوات بإرادة ربنا بترتيبه هو، مش بترتيبها هي. تمام. يعني طيب ناخد ست ام عبد الله من اسكندريه. الو، عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره، انا حلمت عن معايا حلمين يعني. طب بسرعه طيب عشان وقت الحلقه. ماشي. اول حلم ده دايما بيتكرر معايا، بحلم على طول ان انا لابسه دهب بتاعي وغواش وخواتم، وفي خاتم بيبقى دايما ضايع مني، ومرة احلمه ان هو خاتم مكسور مني. تمام. بس والحلم التاني حلمت اني انا في الشقة بتاعت حماتي تحت، وجوزي قاعد هو وصاحبه في اوضة. تمام. ماشي. وحماتي ملمومة هي تحت في الدور الارضي، هي وبناتها وعيال سلفها يعني. فجوزي قال حضر لنا غدا ليا انا وصاحبي يعني، فانا كنت محتارة، فكنت بحضر له غدا وكده، فكان في بيض مطقوش في طبق. تمام. فرحت اسخن على البوتاجاز، لقيت الطبق ده في البيت، لقيت فيه شعر كتير خالص، كل ما اطلع شعر شعرايا يعني القى شعر تاني، كل ما اطلع القى شعر تاني. طيب خلص الحلم كده؟ اه خلص خلاص. شكرا. طيب اولا الحل الخاتم المكسور في المنام، يعني بصرف النظر عن كل الحلم لانه سيناريو للحلم مش اكتر، لكن اللي يهمنا فيه الخاتم المكسور او اللي دايما مطبق او فيه مشكله. الخاتم المكسور مشاكل مع جوزك، انت دائمة المشاكل او دايما عندك مشاكل مع زوجك. ده الحلم الاولاني. الحلم التاني جاوب لنا على الحلم الاولاني على طول. عندك سحر، والسحر ده اللي بتعمله والعياذ بالله ما بتعرفش تحطولك في بيتك، فبتحطولك عند حماتك. بس مش هنقول حاجة تاني. ربنا يكفيكم شر الحاجات دي يا جماعة والله. طيب نرجع بقى اللي قلنا للرعد اللي بعده مطر، زي الست ام احمد ما كانت لسه شايفاه دلوقتي، قلنا بشره خير. ما دام جه بعده مطر يبقى خلص الكرب وخلص التهديد، وربنا امطر علينا من خيره وامطر علينا الحمد لله بفضله، سواء بقى خير، اتقاء شر، بعد عن التهديد وهذه الاشياء. تمام. معانا اخر اتصال، استاذه محمد من الشرقيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، انا شفت ان ماما كده بتنظف البيت، هو المكان المخصص لمقعد الرجاله يعني. تمام. قعدوا فيه الرجاله.
وبعدين ابويا جه من بعيد ولبس هدوم كلها لونها بني بني. هو كان واقف مع امي بينظف معها واحده، امها ام ياسر، اسمها ام ياسر. ايه؟ ام ياسر واقفه بتنظف مع امي مع ماما. تمام. وبعدين ابويا جه كده من بعيد لابس هدوم بني. تمام. ما دخلش من باب البيت اللي احنا واقفين جنبه، دخل من الباب التاني. فانا كنت عاوزه زغرت وزغرت نص زغرت، وبعدين قلت لا مش عاوزه زغرت، انا هسجد لله الشكر. تمام تمام كملي. أيوة. وبعدين؟ وبعدين دخلت وقلت انا كمان ليه دعائي ربنا بيستجيب له دايما قلت. وخلص الحلم كده؟ لا. وبعدين دخلت على ابي ولقيت واقف معاه شاب كده حلو جميل، وانا مسكت الشاب ده وحضنته وبسته، وبعدين حضنت ابويا وبسته. باباك عايش ولا متوفي؟ هو بيتهيألي عايش، بس يعني ما عندوش اخبار. ما ايه؟ هو مش موجود. طيب مش ميت يعني، مش ميت بس ما نعرفش عنه حاجه. ايوه 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 تمام. ايوه. وبعدين طلعت عند امي قلت يا ماما انا بست الولد ده بحسبه اخويا، قالت لا يا امي ده مش اخوك، وقالت لي اسمه بس انا مش فاكر اسمه. طيب تمام شكرا يا ستي. بصي اولا هيحصل حدث جليل في بيتكو، يعني في حدث كده هيحصل في بيتكو. انا كنت لسه هقول عودة غائب قبل انت ما تقوليلي ان باباكي غايب. الراجل اللي انت بتبصيه الغريب اللي انت ما تعرفوش ده خبر سعيد، هو عودة غائب. وام ياسر هي تيسير للامر، الست ام ياسر كانت بتنظف معاكي مع مامتك المقعد بتاع الرجاله. في حدث هيحصل في البيت، بس ايه هو الحدث ده؟ الله اعلم. هل الغايب ده هو والدك ولا حد تاني؟ برضو الله اعلم. بس هو في حدث، يعني استعدوا ليه، داخل عليكم ان شاء الله، ونتمنى انه يكون للخير. فاسال الله العظيم لي ولكم ان ربنا ييسر امر كل واحد في الدنيا. اللهم يا واحد يا احد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اسالك باسمك العزيز الذي اذا دعيت به اجبت، ان تيسر امر كل متعسر، وان تعطي الخير لكل طالب، وان تكفينا شر كل شرير. امين امين امين. القاكم الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.